كل يوم بيوم ومتابع معكم مشاهدي سبورو تي في بحلقتنا لليوم. لما عم نحكي على الإبداع فهو أكيد ما له حدود، وأي شخص حط بباله أنه هو رح يوصل ويحقق أهدافه فأكيد بالنهاية بده يصل. ضيفتنا لليوم شابة موهوبة اجتهدت وتعبت على حالها لحتى تنمي قدراتها أكثر، وهي حاليا بمكانة مرموقة وأيضا حققت طموحاتها، ولكن ما زال الشغف موجود. اختصاصها بالإعلام والعلاقات العامة بالإضافة للكتابة. معنا لليوم ميشلين وهبة، مؤسس مشارك في مبادرة Uplifting Syrian Women، وأيضا كاتبة وأخصائية علاقات عامة وتواصل. أهلا وسهلا فيك ميشلين عبر شاشة سبورو تي في. أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافة، يعني كثير حلو الاهتمام وهب هاي الطريقة، فشكرا كثير لكم. الشكر لحضرتك أكيد لقبولك دعوتنا لحتى تشاركينا بهاي الخبرة الغنية وأيضا بمجال الإعلام إذا نقدر نقول أكثر. ولكن بداية ميشلين، لكل حدا ما عم يعرف ميشلين وهبة، شلون تحبي تعرفي عن حالك لكل مشاهدي سبورة تي في؟ أنا ميشلين من حمص، من قرية بسيطة اسمها الطيني. الطيني هي مميزة بالعلم، عندنا نسبة تعليم كتير كبيرة وعندنا طموح، بس أنا اللي بحسه أنه يعني أنا صبية سورية بس أخذت فرصة يمكن الباقي ما أخذها، فلهيك عطول بحب أنه إذا كان عندي أي خبرة أو أي شيء أني حاول فيد فيها، لأنه أي حدا هو بيستحق ياخذ الفرصة، ولما ياخذ الفرصة هو رح يبدع. أكيد، وحلو الواحد كمان يستفيد من أي فرصة عم تجي قدامه وما يأجلها لبعدين لحتى يحقق هو كل شيء يتمناه. ميشلين ببداية عام 2020، وأكيد للي ما يعرف حضرتك مهندسة زراعية، ولكن ب 2020 بدأت بدراسة فرع آخر واللي هو الإعلام بالجامعة الافتراضية. إيش سبب هذا التغيير كونك مهندسة زراعية ولكن غيرتي مجال الدراسة، وليش تحديدا اخترتي الجانب الإعلامي أو مجال الإعلام؟ هلأ مثل أغلب الشباب السوري لما بنخلص بكالوريا يعني معظمنا ما بيختار شو بده يدرس، مثل ما المجموع يعني بناسب بنسجل فرع الجامعة، ولما بنسجل فرع الجامعة بنصير مجبورين إنه نخلصه. فبصراحة هي قصة مع الهندسة الزراعية، بس أنا خلال الجامعة كنت عم حاول أشتغل أكثر على موضوع الكتابة واشتغل شوية أعمال تطوعية بمجال الإعلام، لحتى لأنه كنت بعرف أنه أنا ما رح أشتغل بالزراعة، فكنت عم حاول أسس ولو بشيء بسيط للشيء البديل. فكانت التجارب بسيطة لحد ما تخرجت من كلية الزراعة، ووقتها قررت أني خلص لازم سجل إعلام وتواصل لحتى خلي الخبرة اللي كونتها تصير مترافقة مع المعلومات الأكاديمية. حلو كتير. طيب خلال مجال هذا الدراسة بالفرع الجديد واللي هو الجانب الإعلامي، إيش الصعوبات اللي واجهتيها وشلون قدرتي تتغلبي على هاي الصعوبات؟ هلأ بصراحة أنا درست سنة وحدة لأن بلشت دراسة وبعدين سافرت، فهاي كانت أحد الصعوبات، وأنا سجلت جامعة افتراضية فكان عندي الفرصة أني أكمل، بس لأن طموحي كان أني أنا أدرس إعلام وتواصل بالجامعة الافتراضية لحتى اشتغل علاقات عامة، فأنا لما جيت على دبي بعد تقريبا شهرين ونص توفقت بشغل بمجال العلاقات العامة، وبصراحة هون طبيعة الشغل ما يعني بيصير صعب التنسيق بين الدراسة والعمل، فأنا ما قدرت أكمل. هاي إحدى الصعوبات، إنه يعني تنسيق بين دراسة وعمل بيصير صعب، وبصراحة في شوي مو شوي هو فرق يعني كان كبير، لأنه بوضع بالبلد مع وضع الإعلام بالإمارات كان في اختلاف كتير كبير، فكمان هذا الموضوع أخذ معي شوية وقت لحتى تعرفت على طبيعة الجهات الإعلامية هون كيف بيشتغلوا، فكمان هاي الشغلة إنه يمكن أنا ما لحقت أتعلمها بالجامعة لأني ما كملت لسه.
تماما أكيد، ودائما بأي مجال أو بأي مكان في ثقافة أو نمط معين كل جهة عم تمشي عليها، ولكن الحلو أنه قدرتي تستفيدي وتفوتي أكثر بهذا المجال، وأكيد مع الوقت هو كسب الخبرة بالمجال الإعلامي. ميشلين، خبرينا كمان عن عملك مع جريدة حمص الإلكترونية اللي تعتبر من أقدم الجرائد السورية واللي تأسست بعام 1909، وأيضا كمان بمجال جريدة شبابك، خبرينا عن هالتجربة. هلا بداية أنا بلشت كمسؤولة إعلام بالكنيسة، بعدين صار العمل أكثر احترافي على صفحة المطرانية، مطرانية حمص. تمام. فلأن هي الجريدة هي تابعة بشكل مباشر لمطرانية حمص، مع أنها هي من أولى الجرائد اللي تم تأسيسها بسوريا، يعني تاريخ 1909 هو تاريخ قديم. بس للأسف الجريدة كآلات طباعة ومقر هي دمرت بالحرب، فالجريدة الورقية توقفت بشكل كامل، وكان في صعوبة لإعادة بناء يعني مكاتب ودار نشر. فصار الاقتراح أنه إعادة إحياء الجريدة بشكل إلكتروني، وهون بلشنا شغل. طبعا بالبداية كان الموضوع صعب شوي، كونه يعني هو بالبداية كان عمل بدنا ننقل العمل اللي كنا عم نشتغله على صفحة المطرانية ليصير احترافي بشكل أكثر، وكمان كانت المسؤولية كتير كبيرة لأنه نحن عندنا اسم جريدة حمص وهي مرتبطة بذاكرة أهل حمص، فنحن كان عندنا تحدي كتير كبير كيف بدنا نحافظ على المستوى اللي كان موجود، وبنفس الوقت أنه كان في فرق كذا سنة نواكب العصر. فهي كانت من أكبر التحديات بالنسبة لنا، بس الحمد لله بلش الشغل شوي شوي. كان في عنا قسم رياضي، كان في عنا قسم أخبار الأبرشية، كان في عنا قسم أخبار الرعاية، يعني إذا أي حدث أو أي نشاط صار برعية معينة، وكان في عنا أخبار فنية، أي شيء بيصير أنشطة بمدينة حمص بالمركز الثقافي، أي شيء عمل تطوعي أو أي شيء بمعنى ماراثون أو أي فعالية كمان كنا نحاول نغطيها على قد ما بنقدر. حلو كتير. هاي بالنسبة لجريدة حمص الإلكترونية، بالنسبة لجريدة شبابيك؟ هلأ الفكرة، الفرق فعليا بين جريدة حمص ومجلة شبابيك أنه جريدة حمص كان كتير من شغلنا على أرض الواقع، لأنه نحن كنا نروح نغطي الحدث ونكتب الخبر ونحاول ندققه لغويا. أنا طبعاً يعني بهاي الفترة ساعدتني كتير أنه أنا لغتي العربية كنت مشتغلة عليها من المدرسة، وحاولت أني تابع مشان أكون قادرة أكتب على القليل خبر صحفي يكون ممكن ما يكون 100% صحيح لغوياً بس وصل لدرجة مقبولة. حلو. فكان العمل هو على أرض الواقع، تغطية ومقابلات. أما مع مجلة شبابيك فأغلبه كان أونلاين، مقالات بمواضيع متنوعة. بس أنا كنت بلشت معهم بفكرة هي مقابلات مع أشخاص سوريين ناجحين، كان في منهم يعني بلشنا بالموضوع، وبعدين للأسف أنا خلصت شغل معهم بسبب سفري. وكمان ركزنا على موضوع أنه لقاءات مع بعض المشاهير، عملت مقابلة مع ليال نعمي، عملت مقابلة مع كارمن تاجي، وكمان كنت حاول ركز بهاي القصص انه هن كيف نجحوا ومثل نصائحهم، لانه عطول نحن بنشوف الاشخاص الناجحين بنحن يعني في عالم بيفكروا انه انا مستحيل صير هيك. فانا كنت حاول ركز على هاي النقطة انه كتير اشخاص بلشوا بدايات كتير بسيطة، بس يعني هو النجاح ما له وصفة محددة، كل حدا ممكن ينجح بطريقته. وكملت بهاي النمط من الأسئلة. طبعا كان في أشخاص سوريين وغير سوريين، بس حاولت بين أنه مثل مسيرة نجاحهم. حلو كتير. طيب إيش اللي أضافته هاي التجربة لألك ولا مسيرتك؟ عفوا ما سمعت. الإضافة اللي أضافتها هاي التجربة لألك بهذا المجال والمسيرة الإعلامية؟ أكيد ضافت لي كتير، صار عندي خبرة أكثر بالتواصل مع الأشخاص، صار عندي خبرة أكثر بطريقة صياغة الأسئلة. يعني أنا بتذكر لما بلشت هذا النمط من المقابلات أول مرة كانت الأسئلة يمكن ما أنا كتير احترافية، أو ممكن كان الضيف يساعدني اللي مثلا
حابب أحكي أكثر عن هذا الموضوع، مثلا ممكن في طريقة صياغة للسؤال ما كنت يعني ما كانت تمام. فمرة على مرة هاي الخبر يعني عن طريق هاي التجربة زادت خبرتي بهذا الموضوع. وأكيد أنا كل يعني هاي التجربة مع جريدة حمص ومجلة شبابي هي فعليا خبرتي الإعلامية، لأنه أنا ما صار لي أكمل دراستي، فأنا الخبرة كانت يعني تعلم ذاتي وخبرة عملية في هذا المجال. حلو. طب من خلال هاي الخبرة اللي مشيتي فيها بهذا المجال، إن كان مع جريدة حمص وأيضا مجلة شبابيك، اليوم شلون الشخص يقدر يبلش بمجال الإعلام، وأي شخص خلينا نقول مهتم ولكن ما نو أكاديمي، شلون يقدر يبلش بمجال الإعلام؟ هلأ طبعا النصيحة الأولى والأهم إنه هو لازم يكون متمكن من اللغة العربية، لأنه قد ما نحن اعتمدنا على اللغة العامية بالأخبار حتى لو كانت على السوشيال ميديا، وحتى لو كان خبر قصير ومانو لنقول بلهجة فصحى يعني كتير صعبة، بلهجة فصحى بسيطة، بس لازم يكون هو صحيح لغويا. وتاني شيء ممكن الشخص يحط لحاله هدف، يعني أنا بدي أكون إعلامي بأي مجال، بالمجال الفني، بالمجال الاقتصادي، بالمجال السياسي. لما بيحط لحاله مجال فهو هي أول يعني أول خطوة على الطريق، لأن الشخص بيتعلم لما بصير يتابع هاي الأخبار. ففي طبعاً كتير أسماء كبيرة وفي كتير أشخاص مبدعين بمجالهم، فنحن لما أنا مثلاً بقول أنا بدي أكون بمجال الفن بصير بتابع الصحفيين اللي بيشتغلوا بمجال الفن وأتعلم منهم، وممكن أنا أعطي لحالي المجال أني أنا مثلاً انتبه لبعض الأخطاء، أقول أنه هون مثلاً لو عاملين هيك كان أحسن، فأنا هون بصير شكل هويتي. إذا أنا صرت إعلامي بمجال الفن، الأخطاء اللي مثلا أنا لاحظتها أو ملاحظات ما عجبتني بصير أنا بدي أغير فيها. وطبعا يعني في شغلة كثير مهمة، أنه ما ضروري يكون الشخص هو مثلا دارس ومتخرج لحتى يدخل المجال، ما ضروري يكون بيعرف كل المعلومات الممكنة عن هذا المجال. الخطوة الأولى لازم ناخدها بس نكون قدها، هاي هي النقطة اللي بتساعدنا. إنه أنا لما بدي أقول عن حالي إعلامية، صح أنا هلأ ما ماني إعلامية، بس أنا بدي أقول طالما قلت عن حالي إعلامية أنا رح أدخل بهذا التحدي وما رح أسمح إني أفشل فيه. بهاي الطريقة بصير بتعلم أكثر وبصير بتحدى، يعني أنا عم هو تحدي شخصي بيني وبين صحيح. حالي، تحدي ذاتي عم فبصير أنا بيكون كل مرة أتطور. حلو كتير. مشلين حاليا بمجال عملك بالعلاقات العامة، ممكن تخبرينا أكثر عن هذا المجال وتشرحي عنه أكثر؟ أنا بصراحة أول ما أجيت على دبي ما كنت يعني واثقة تماما من معلوماتي بهذا المجال، وخصوصي بسبب فرق السوق، لهيك أخذ الموضوع معي شوية وقت. هلأ أنا شغلي فعليا هو التواصل بين الجهات الإعلامية المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة. طبعا أنا بشتغل القسم العربي، يعني أنا بتواصل مع الجهات الإعلامية اللي بتحكي باللغة العربية، تمام، وبين الشركات اللي هي عندها أخبار أو عندها أي أحداث أو مشاركات بمعارض معينة، نظر عن الخبر اللي هو بهم الشركة. فنحن طريقة التواصل، وهي هي يعني جزء من موضوع العلاقات العامة. طبعا العلاقات العامة هي بناء كامل السمعة التجارية للشركة. ممكن مثلا نحن كشركة ننتبه لمعرض هو بيفيد هاي الشركة بننصحهم انه يشاركوا فيه، نحن ممكن ننتبه انه حدا ممكن عطى تعليق سلبي، او ممكن حدا تجربة شخص او زبون كانت مثلا سلبية فنحن ممكن ننبههم عليها وكيف هن يتجاوزوها. يعني هو بناء السمعة بشكل كامل لهاي الشركة. حلو كتير. كمان مشلين عرفنا أنه حصلتي على جائزة، ممكن تخبرينا عنها أكثر وإيش الإضافة أو إيش كان تأثير هاي الجائزة بالمسار المهني لألكي؟ هي الجائزة يعني هي حسيت أنه كانت هي غير متوقعة بصراحة، لأنه كان أنا صار لي قريب السنة بشتغل بهذا المجال، فالمنافسة يعني كبيرة، وطبعا سوق الإمارات بأي مجال هي المنافسة كبيرة. فأنا بصراحة كانت الجائزة هي شيء كتير حلو وبيفرح. التقدير لو كان كلمة حلوة هو بيفرح، بقى كيف لما تكون جائزة؟ وطبعا أنا عطول بعتبر أنه
هي خطوة عم تزيد من المسؤولية. يعني أنا لما أكون مثلا أخذت هاي الجائزة هاي السنة، فأنا بصير أفكر إنه السنة الجاي كيف بدي أكون أحسن، كيف بدي أكون أقوى. هي عطول مثل هاي يعني الجوائز أو أي تقدير، هي لازم تكون مرحلة خلينا نسعى للشيء الأفضل. هلأ ما بعرف، بجوز يكون شوي حكي عم يبين تنظير، بس هاي الطريقة بالتفكير هي اللي بتخلي الشخص يصير ناجح. يعني نحن الشخص ما لازم يكتفي، ما في محل ممكن نوصل عليه ونقول خلص لهون بكفي وحاج، بالعكس هي لازم تكون حافز ودافع. فكانت يعني هي لفتة كتير حلوة، وأنا أخذت الجائزة عن الإنجاز الفردي بمجال العلاقات العامة. يعني هي طبعا تحت اسم شركتي، بس كإنجاز فردي أنا حققته خلال هاي السنة. حلو كتير، وأكيد نحن بدورنا نقولك ألف مبروك، وإن شاء الله هيك تبقي بهذا الطموح والشغف والتقدم الدائم بمسيرتك. مشان خلال فترة تواجدك بالإمارات وتحديدا بدبي، وممكن في كتير أشخاص بهذا الوقت عم يسألوا ويفكروا بتطلع على هونيك لحتى يشوفوا فرصة عمل، فإيش النصيحة اللي تحبي تقدميها لإلن عن أبرز فرص العمل الموجودة بالإمارات، وشلون يقدر الفرد يوصل لفرصة عمل ناجحة هونيك؟ هلا اول شيء في فرص عمل كتير كبيره، بس كمان في منافسه كتير كبيره، فلهيك لازم الشخص اذا هو ناوي يجي اول شيء بدي اقول انا ناوي اجي ما بدي ارجع. يعني انا ما راح اسمح لحالي اني افشل، هي اول نقطه بتخلي الشخص يدخل هذا التحدي. وهو فعلا يعني لما نحن بنحط لحالنا هاي الافكار هي فعلا بتكون حافز. الشغلة الثانية، أنا لما عم أدخل سوق عمل جديد ومختلف تماماً، أنا لازم أحضر حالي. أول شيء اللغة، يعني نحن مفروض كأشخاص جايين على الإمارات نكون بنعرف أنه اللغة الرسمية هي اللغة الإنجليزية. طبعاً نحن عطول وخاصة السوريين عنا نقطة قوة أنه نحن لغتنا العربية هي بتشبه اللغة الفصحى، لغتنا مفهومة، فنحن نعتبر متحدثين بلغتين في حال كنا بنأتقن اللغة الإنجليزية، وهي نقطة قوة كتير كبيرة وأغلب الشركات هون بيرغبوا لها، لأن نحن بلد عربي بيتكلم اللغة الإنجليزية، فهون الواحد بيكون أتقن أهم لغتين موجودين هون. تاني شيء لازم، هلأ في نقطة كتير مهمة هي السوشيال ميديا، وأهم اللينكد إن. ممكن ما في اهتمام زايد باللينكد إن، طبعا في اكيد في اشخاص، بس انا عم احكي بشكل عام. لينكد ان ممكن ما نكون كثير مهتمين فيه، هو فعلا اهم وسيله لايجاد عمل بالامارات. وطبعا الفكره باللينكد ان هي طريقه بناء الصفحه، البروفايل لازم يكون صحيح. عليه اختصاص واضح، هذا الشخص شو بيشتغل، شو الخبرات اللي موجوده عنده، اسم الشركه او اسماء الشركات اللي عنده خبره فيهم، تفاصيل عن عمله. وكمان هو ممكن يشارك مثل اخبار بتخص هذا العمل، يعني مثلا طبيب في يعمل صفحه لينكد ان ويشارك مثلا اهم الابحاث لحتى الشركه او المستشفى او اي جهه بدها توظفه، هي بتفتح لينكد ان بتشوف انه هو مطلع ومهتم وهو عم يواكب اهم التطورات. فاي شيء هو صار، يعني لينكد ان هو بورتفوليو، هو معرض اعمال هذا الشخص، صار ممكن يغني عن السي في. كمان حتى باقي صفحات باقي وسائل التواصل الاجتماعي كمان هي كتير مهمة. يعني في أشخاص ممكن تجيهم فرصة عمل إذا كان مثلا بمجال العلاقات العامة أو الإعلام هو على حسابه الإنستغرام، إذا باني الحساب بشكل صح وهو بيشوفه قديشه مثلا نشيط وفاعل، في إيفنت، في فعالية، في مهرجان حضره، عمل مقابلات، فكمان ممكن تجيه فرصة عمل يعني بهذا الأسلوب. وطبعاً ننتبه على طريقة بناء السي في للشخص اللي هو بجوز ما بده يعمل لينكد إن أو ما عنده صفحة لينكد إن، ننتبه على طريقة بناء السي في. السي في لازم يكون واضح بتخصص معين، يعني نحن ممكن يكون عندنا خبرات بمجالات معينة، خاصة يمكن الوضع اللي مرقنا فيه بسوريا، أشخاص اضطرت تشتغل شغل ما كان اختصاصها. صحيح. بس هذا الشيء ما بيمنع أنه يكون عندنا 2 سي في أو أكثر، يعني أنا لكل تخصص بعمل سي في، لأنه التنويع بالسي في نفسه هو بيضر ما بيفيد.
تماما. أكيد كل هاي النقاط مهمة، وخاصة مثل ما ذكرتي السوشيال ميديا بهذا الوقت إذا واحد يقدر يستفيد منه ويستخدمها بطريقة صحيحة فهي أكيد رح تساعده كتير. ميشلين، خلينا ننتقل ونحكي عن مبادرة Uplifting Syrian Women، واللي هي مبادرة تعمل على تأمين كورسات مجانية بمجالات مختلفة. ممكن تخبرينا عنها أكثر بشكل مفصل، خبرينا أكثر عن هاي المبادرة، شلون عم تشتغل هاي المبادرة ودورك تحديدا؟ مبادرة Uplifting Syrian Women هي كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية بالنسبة إلي. هلا أنا مؤسس مشارك ومسؤولة عن فريقين، فريق كتابة المحتوى وفريق العلاقات العامة. طبعا فريق كتابة المحتوى هو كان البداية، بلشنا نتطور بهذا الموضوع، صار فريق كتابة المحتوى بيشمل عدة فرق: الكتاب، فريق التحرير، فريق التدقيق العلمي، فريق التدقيق اللغوي، فريق SEO، لأن نحن صار في موقع للمبادرة والمقالات كلها عم تنزل على الموقع. في كمان فريق يعني هو بين السوشيال ميديا واللي بينشروا على السوشيال ميديا، وبعدين بلشنا فريق العلاقات العامة. في فرق كتير بالمبادرة، في فريق للتصميم، طبعا في فريق للترجمة، مقالاتنا بتنزل بالعربي والإنجليزي، في الفريق المسؤول عن الموقع، في فريق مناظرة وفريق التوجيه والإرشاد، وفي فرق يعني لسه مختلفة غير. طبعا لسه المبادرة عم تتطور، لأنه المبادرة هي تطوعية 100%، وكل أعمالنا هي على الإنترنت، ما عندنا شيء على أرض الواقع. المبادرة بالأساس بلشت لتساعد النساء السوريات بأي مجال هن عندهم ضعف فيه، ممكن يكون مثلا كورس لغة إنجليزية، ممكن يكون كورس بمادة بالجامعة مثلا صعبة، في مواد مثلا مثل لغات البرمجة للي بيدرسوا معلوماتية أو غيرها، شو ما كان. طبعا نحن بس نلاقي شخص من أي مجال وهو عنده الرغبة والقدرة أنه يعطي، لأنه طبعا المبادرة تطوعية، فنحن بدنا الأستاذ يكون متطوع بالبداية. وفي طبعا طريقة أنه في فورم للأشخاص المستفيدين، وكمان في أنه مثل نوعا ما عهد بالالتزام، لأن الشخص اللي أخذ هذا المكان بالكورس هو لازم يلتزم فيه، وإلا بيكون أخذ فرصة شخص آخر هو يمكن كان حاجة أكثر. فطبعا البداية كانت شوي صعبة، بس الحمد لله. يعني بتمنى أي حدا عم يسمعنا وهني بحاجة لأي كورس أو أي شيء يتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك، فممكن. وكمان في دعوة تانية هي للتطوع. نحن ممكن بسبب الظروف اللي كانت يعني الصعبة اللي مرينا فيها، إنه العمل التطوعي هو ممكن يشكل تحدي، لأنه بالشخص بده شغل لحتى يقدر يعني يكمل حياته، يتابع حياته. بس صح، العمل التطوعي هو ممكن يكون سبب لإني لاقي فرصة عمل. وطبعا هاي كتير شهدناها بالمبادرة، كتير أشخاص كانوا متطوعين عملوا خبرة وهني عن طريق المبادرة لقوا فرصة عمل، وأنا بعتبر حالي واحدة من هاي الأشخاص. أنا تجربتي بالمبادرة بفريق كتابة المحتوى وفريق العلاقات العامة هي كتير ساعدتني لحتى أني أنا لاقي فرصة العمل. وطبعا في كتير مساعدة، يعني نحن مثلا كان عندنا ورشة عن اللينكد إن، كان عندنا ورشة عن طريقة كتابة السي في، إرسال الإيميلات الاحترافية. هي بشكل عام. طبعا المبادرة هي بتاخد نوعا ما يعني القسم التعليمي اللي هو فيه الكورسات، والقسم التوعوي، نحن بننزل بعض المقالات عن مواضيع بتخص النساء بشكل عام، ومواضيع بتخص المجتمع، ويعني مثلا مثل أيام العالمية، المناسبات. فهي أخذي هاي الجزئين، التعليمي والتوعوي. كمان في شغلة بدي أحكيها، أنه أنا الشيء اللي كنت مبلشته مع مجلة شبابيك أنا كملته بالمبادرة، بس هو صار تخصص قصص نجاح نساء سوريات. أكيد هلأ رح نحكي أكثر ميشلين حول هاي النقطة، واللي هي دعم النساء السوريات بقصص نجاحنا واللي أنت عم تكتبي عن أكثر. ممكن تخبرينا عن هاي التجربة وإيش أكثر التجارب أو القصص اللي أثرت فيك شخصيا؟ بصراحة كل سيدة من السيدات اللي أنا عملت معهم مقابلة وكتبت عنهم هي شخصية مؤثرة لدرجة يعني لا يمكن وصفها. هني أشخاص عانوا من ظروف كتير صعبة، ومع هيك هني قدروا ينجحوا.
في عالم منهم انه مثلا هن اضطروا يتركوا البلد ويبلشوا حياه جديده باماكن جديده، يعني كان في تحديات من اللغه من المجتمعات الجديده وغيرها، ومع هيك هن قدروا انه يحققوا نجاحات مبهره. طبعا هو الموضوع انه نحن بقصص النجاح خاصه بالمبادره نحن بنحاول نحكي عن شخصيات هي فعلا مؤثره. يعني القصد انه ممكن ما تكون مشهوره، ممكن شخص بلش يعني تحدى كثير صعوبات، او شخص مثلا كان هو مبلش باختصاص معين وهو حقق نجاح بشيء ثاني مختلف تماما، ممكن مختلف عن دراسته، ممكن مختلف عن الشيء اللي كان يعمله قبل. فنحن هاي النقاط بنهتم فيها لحتى بس نشوف الشخص القارئ انه ما في حدود للنجاح، وما في يعني ما في مانع. الشخص بس هو بده يكون بحب الشيء اللي عم يعمله، وهو مصدق يعني عم يعمله بحب وصدق، عم يقدم هاي الخدمة اللي عم يقدمها بصدق، فهو أكيد رح يكون ناجح. في سيدة عملت معها مقابلة اسمها نجاح 500، هي يعني قصة، أنا بقول قصة نجاة ونجاح. هي كانت مريضة سرطان، ويعني الحمد لله ربنا كان معها، بس هي طبعا لله. هو المرض متعب، وإن شاء الله صحتها على طول بتكون أحسن. فهي كمان عندها فيديوهات على طول بتحكي عن التحفيز وبتحكي مواضيع مختلفة. فطبعا هاي السيدة يعني هي مؤثرة بكافة مجالات حياتها، وهلأ عن جديد صار عندها بودكاست. فيعني مشان نقول إنه النجاح هو ما إنه محدود وما بيعرف حدود. أكيد. هي كمان كاتبة، وممكن قريبا نشوف إلا رواية منشورة. فالسيدات يعني كانوا مبهرين وكانوا كتير مؤثرين طبعا. حلو كتير، أكيد مشكورين مشلين لتسليط الضوء على هيك قصص نجاح اللي أكيد هي عم تكون سبب تحفيز لأشخاص آخرين. مشلين، إيش الرسالة اللي تحبي توجهيها للسيدات، لكل سيدة عندها شغف بالعمل أو بالابتكار أو بالإبداع؟ هلأ بصراحة أنا كان عندي على طول إيمان إنه النساء السوريات هن أبطال بالطبيعة بالفطرة، ما عندهم حدود، ما في شيء بيوقف بوجههم. بس أنا لما أجيت على الإمارات أنا تأكدت من هذا الشيء. طبعا يمكن هي ما فينا نقول عن هي قصص نجاح، كل شخص عنده قصة النجاح الخاصة فيه. أنا لما عم شوف هون النساء السوريات كيف عم يشتغلوا، كيف في منهم عم يتركوا أولادهم، كيف في منهم عم يتحملوا ظروف معيشة كتير صعبة. طبعا هي الموضوع مو إذا يعني موجود ببلد معين عم يشتغل فهو الشخص مرتاح، هو عم يتعذب كتير. الغربة لحالها هاي جانب من العذاب، وطبعا هني عم يتحدوا حالهم وعم يكونوا كتير أبطال وعم يساندوا عيالهم بالبلد. هلأ أنا اللي بدي أقوله أنه هاي صارت يعني بهاي اللحظة نحن باسم المبادرة ربحنا جائزة السنة الماضية من منظمة Women in Tech. فبسبب وجودي بالإمارات أنا استلمت الجائزة، فهني طلبوا مني أحكي شوي عن المبادرة. فأنا بس قلت لهم أنه نحن مبادرة تطوعية 100%. الأشخاص اللي عم يشتغلوا بالمبادرة عم يعانوا من صعوبات، من الكهرباء، من الإنترنت، يعني ممكن كتير ظروف هي ممكن تعاكس هذا العمل لأنه المبادرة هي أونلاين. فكانت بس الفكرة أنه نحن لما نعطينا فرصة، نحن كنا عم ننافس مبادرات عالمية، ومع هيك المبادرة هي أخذت لقب المبادرة الأكثر تأثيراً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فلهيك كلنا قادرين بس نحن ننعطى الفرصة الصح. أكيد. ولما ما ننعطى الفرصة الصح نحن ندور على الفرصة، ما نضل مكاننا، لأنه أكيد نحن رح ننجح وأكيد رح نوصل. أكيد مشلين، شكرا كثير لهذا الكلام اللي مليان تحفيز وتشجيع ودعم لأي شخص يمكن مثل ما قلتي عم يستنى فرصة، خلي هو يدور على الفرصة ويستغلها بطريقة صحيحة لحتى يستفيد ويتقدم. بكلمة أخيرة تحبي توجهيها مشلين من خلال شاشة سوبورة تي في؟ أول شيء أنا بدي أشكركم كثير، وثاني شيء أنا كثير مبسوطة أنه يعني بهذا التقاطع نحن عندنا هذا الاهتمام بقصص النجاح،
واليوم انتم اعتبرتوني قصه نجاح وحبيتوا يعني شارككم، فانا كثير بدي اشكركم ويعطيكم الف عافيه، لانه فعلا هذا الدعم وهذا التقدير هو على طول بيخلينا نكمل. وبتمنى انه اكون فدت من خلال تجربتي، وشكرا كثير لكم. شكرا شكرا لك كثير مشلين للمشاركه معنا بهاي التجربه الغنيه، واللي مثل ما قلنا هي اكيد رح تكون سبب دعم وتشجيع وتحفيز لكل الاشخاص اللي ممكن استسلموا او شعروا يوما ما او لفتره ما بالاحباط لحتى يرجعوا ويباشروا من جديد. شكرا كثير لك، واكيد نتمنى لك كل التوفيق باي خطوه قادمه وباي هدف جديد عم تسعي له. شكرا كثير. شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا. هوخا حزايد فرس حزويدان سوبورو تي في كت وقت يوم أعمينا مشلين وهبت كت يفرش تبا أسر وسو جاو نيوسو مود على لنز تر علونا سيونيدا بوجا بودوشو دعو بوجا بودعو دودم قد منوثد هي كعودة أبك طلبين أن كوشورو أمينو بكل في ساعته دهن كبعيد مطلة وكل في ساعته تكون الخيلة انطارو لنبصر مئة افتد ما كملينا أعميخو بفوسو قيدا أحرانه.